منهم من يقول هؤلاء شهداء، سبحان الله، الذي يقتل نفسه يكون شهيدا، الذي يحرق نفسه يكون شهيدا، الذي يقتل نفسه توعده الله بالنار. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هل الذي يقتل أخاه المسلم وأخته المسلمة وأبناء المسلمين هل يكون شهيدا؟ هذا يكون معتديا ظالما باغيا. كيف يكون الباغي والظالم والمعتدي يكون شهيدا؟ هذا إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: أرأيت إن جاء أحد يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة، أو أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. الذي يعتدي على المسلم ويقتله أو يهدده، هذا إذا قتل فهو في النار، كيف يكون شهيدا وهو في النار؟